لحظه مهمه هيك. اكيد عندنا كلمه غنخليها للاخير، ولكن الان مدام السيد المدير الاقليمي عنده التزام، فما لي الا شكر اولا على تشريفنا بالحضور في هذا اليوم السعيد، ونقول له انا دائما رهن اشاره المديريه الاقليميه في كل ما يمكن ان نقدمه لها من خدمات ذات طابع تربوي، فمرحبا وشكرا جزيلا. شكرا.